اهلا ومرحبا بكم في قناة بويقة سايبة شادية. انه الخريف وانه شهر اكتوبر جات لكم وعودة قوية ان شاء الله، دونك جيتكم بالاسود والجري كما اشهر اكتوبر بالضبط. دونك كيما تشوفوا احنا البارح كانت عنا عاصفة كما وريتكم، شوية ريح والدنيا طارت تيران، وحنا باش نبداو بيان سور باش نظفوا دارنا، دونك باش نظفوا دارنا للخريف. واليوم عنا باش بريسك باش تفرجوا في تراكن داري الكلها، وان شاء الله نحمسوا مع بعضنا وهكايا نقوموا. كاين وحده فينا فاشله ولا تعبه ولا حاجه تقوم تنظف دارها، خاطر باش يجي الشتاء ويلزمنا نكونوا هكا في الشتاء التراكن الكلها منظفه. دونك اليوم باش نعمل معكم برودوي جديد خلافا للي عاودت للي شاركتوا معكم بكربونات. اليوم باش ناخذوا غسيل اليدين باش نخضخضوه مع شويه زيت عطريه، وباش نعملوا معناها بحاجتين هو لل نوريكم البنات اللي جماعة هذه استغليت ونظمت الحواج بيان سور الخريفية والصيفية والشتوية، عملتهم في تقان وعملت معهم المعطر ذاك اللي شاركتكم في الروتين الفات ولا اللي قبله من عرش الجكرة القبل هذي، ونحط لكم في آخر الفيديو هذي تشوفوا كيفاش ننظم الحواج. Thank you.
باش نعملوا الفطير نتاعنا حاجه بنينه على الاخر، وبيسك هو فيديو ممتع باش نزيدوا احنا نمتعوه بالاكله التونسيه. هذه هي الدويده المفوره، كما تشوفوا عندي المكونات قدامي، ولهنا قصيت بصله، مغرفتين طماطم معجونه، مغرفتين زيت، وباش نضيف المكونات اللي هما تبر وكرويه، كركم، فلفل زينه، هريسه عربي، وملح. هذا من كلها باش نضيف لهم مقدار كيس ماء ونخليهم يتشحروا على الغاز، وبعد نبدأ نضيف اللحم والحمص وهكذا دواليك. نكملوا فطورنا بعد ما مرقنا المرقه نتاع الدويده وخليناها تيب حتى فين يطيب الحمص واللحم، والمرقه نتاع الدويده ما تجيش راهي عقده كيما نتاع المقرونه. باش ناخذ هنا قدر مغرفتين زيت ونحلو فيهم ونحطوها تفور. نجمو تستعملو مايونيز كاسرونات مقفوط، نجمو تستعملو نفسها، وكان نفسها بدو بيكم حطو الماء بزيد شوية سينو تتحرق لكم راه خاطر مفماش هذيك فين يدخل لها الهواء تحرق. دونك توا هذي باش نحطها تتفور هنا ونوريكم المرقة. الصلصة نتاع الدويدة المفورة نتاعنا باش نعاودو نمرقوها شوية ونعملو التصويرة الثانية. هاهي التصويرة الأولى بدا هاكا يذبل شوية، نجمو توا تاخدو شوية من المرقة معناها تسمغوها شوية تعاودو ترجعوها تجي بنينة زادا. أنا باش نفورها مرة ثانية وبعد باش نسقيها. توا نخليها تتفور شوية ونعمل الخضرة باش نبدا بالسفنيرية والبطاطا. هي الدويده نتاعنا سيد فورت في الاخر، عملت لها رشه فلفل اكحل. نجموا لهنا البنات نعطيكم استيوس، البنات اللي ولادهم ياكلوش الهريسه العربي يعملوها لهنا بنا عالميه. انا نعمل الهريسه العربي ولا الهروس في البارتي اللي الصغار ما ياكلوهاش لهنا في التفويره، وتخليها تفور شويه وبعد تسقي. ان شاء الله عجبتكم، نشوف كعبة كعبة لهي من عشان حط شيء. طيب باش نوريكم المرقة كيفاش. المرقة ضفت لها قرن فلفل أخضر وعملت بالحبق، ما عملتش بالبراند خاطر عندي حبق، والحبق نحسو يبنن سخطو حاجة كيما هكا. صلصة التلفون يوريش حتى البخار، هذه هي صلصة الدويدة. وهذه هي افطيرنا اليوم، وهذا هو اقتراح اليوم، دويدة مفورة بالدجاج على الطريقة التونسية ولا على طريقتي كيما تحب. حتى اليوم الفطير كان على ذوقنا، كان ممتع، كان مبدع، كان فيه لمسات متاعك. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تجربوا الطريقة هذه وتقولوا لي شنو تحبوها انتوما، هكا تحبوها فورة ولا شنو طريقتكم في طبخ الدويدة. واليوم لهنا ميريندا للصغار باش نعملوا حاجة، وحاجة بيان سور كي نبدا واحنا تعبانين ولا مراض باش نعملوا حاجة سريعة. اليوم انا باش نقترح عليكم باش نعملوا كيكة الخلاط بنينة على الاخر على الاخر على الاخر البنات راهي فريمون، وباش نعملها بطريقة شبه صحية. كعبتين بيض لهنا باش نضيف عليهم نفس الكيس اللي كايت بيه زيت زيتونة، نفسه كايت بيه زيت سكر البيو هذاك السكر الاسمر، وعندي لهنا باش نعمل 200 غرام فرينة. وخمير الكاتو وقبسة ملح باش نعملهم بالخلاط يهم نخليهم يتخلطوا. وباش نعمل بعد باش نضيف الكاكاو اللي هنا عملت كاكاو مر وشوكولاتة اللي نعملوا بها الشوكولا شو. دونك نعمل هذوما ونرجع لكم. هذا هو طبق الخليط نتاعنا، هنا باش نحطوه في الفور، هنا بشويه زكا تحط نجمو تعملو كارطة فورنو هاذيكا باش نصوبو الخليط. من بكري نسيت قلتلكمش البنات راه قد الحليب قد السكر قد الزيت، نسيت ما قلتلكمش. لهنا حطيت الشوكولاتة والكاكاو المر، وباش نضيف لهم من كي تحليب خاطر هذا يعقد الكاكاو، وانا نحبها جيل شوية. دونك عقيدة نكي تحليب دونك نلحيوهم كلهم مع بعضهم ونرجع لكم. توا بعد ما تحاولنا نشوفو كيفاش باش نجيو باش نعملو هنا بالمغرفة، وباش نحط الدوائر
طلعت مع كاكاو بنينة على الأخضر. كواير جوز بالشيس يا دولي بعد كيفش باش نعملها. هكا روح خمير ولا ولا بودون ونعمل الكيكه الرخاميه نتاعنا بنفس هي ليا باش ناخذو من الاطراف ونعملو هكا. ناخذ من الاطراف نتاع هذي فين الدورة اللي عملتها نجبد هذيك ونعملو هكا لا ميم شوز نجبد ونعمل هكا لا ميم شوز نجبد من البلوطة ونحطها فوق الكاكاو سيتو. جيسبيغ الفكرة وصلت بالكدا. اوكي دونك نظفوها هكا ونحطوها في الفرن على 180 درجة. وهذه التورتة نتاعنا بعد ما خرجت من الفرن شوف مزيانها راهي الشكل نتاعها من برا يهبل 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 برك توا ظليم شويه مفغيمو حاجه روعه. وشوفوا من داخل هذه كيفاش من داخل دونك عندها شكل جميل اخر ماهيش زيبرا تهبل. وهكا انتم طلبتوا مني ميريندا الصغار وانا لبيت لكم الطلب وما خيرش من حاجه هذه فيها دي فيتامين حاجه صحيه حاجه ما عملتها انت بيديك ان شاء الله تعجبكم وجربوها لوليداتكم. وما قعدتي توا كان اللي باش نرتاح وباش نعمل قهوه مع التورته. هذا هو الابداع اليوم من حاجات بسيطه كيك سوا في دارك كيك سوا في كوجينتك تنجم تختلف وتبدع. هذا هو الكونتكست نتاع اليوم ان شاء الله الرساله وصلت وان شاء الله تكونوا انتم مبدعين كل وحده تلوج على الابداع داخلها سيغمونش تلقاها في كوجينتها في دارها في اثاثها في كل شيء. حتى وحده ما تشبه الوحده كل انسان عنده خصوصيته عنده جماليته. ان شاء الله عجبتكم الحلقه نتاع اليوم في كل شيء في التنظيف في تريكنداري اللي وريتها لكم ان شاء الله حفزكم باش تخدموا على رواحكم كيك سوا على اليوتيوب كيك سوا في اي مجال باش تحبوا رواحكم وتحبوا دياركم وتحسوا اللي انت عندك جمالية داخلك في كل شيء. ديما تشوفوا حضرت باش نعمل لكم المونتاج وهذه التورته وهذه قهيوتي وفي الاخر نقول لكم ان شاء الله راكم في فيديو عن قريب. نقول لكل مراه راك محليك راه فما جماليه داخلك ما تخليش الناس تخليو حتى انسان يحكم عليكم انتم احكموا على رواحكم. وانتم ديما شوفوا الكاس الجانب المعبي مش الجانب الفارغ. ان شاء الله الرساله وصلت ونتلقاو ان شاء الله في فيديو عن قريب.